أهلا بكم من جديد مستمرون مع هذا في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية. التحالف الصدري بقيادة مقتدى الصدر يتحالف مع كتلة الفتح برئاسة العامري في خطوة مفاجئة قد تخلط الأوراق السياسية في العراق، وكتلة العباد في خطر الإقصاء بعد تحالف زعيمي أكبر كتلتين في البرلمان. قوات الحكومة اليمنية مدعومة من التحالف العربي تشن حملة عسكرية على جماعة الحوثي في ميناء الحديدة، انتهاء للمهلة المعطاة للجماعة لإخلاء المنطقة، وهجوم يعتبر الأول من نوعه في منطقة تقع تحت سيطرة كبيرة من الحوثيين. أثار تحالف الزعيم الصدري تيار الصدر ومقتدى الصدر مع كتلة الفتح برئاسة هادي العامري تساؤلات كبيرة عن مستقبل الحكومة العراقية، فبعد زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد وحثه الأطراف المعنية على عدم التحالف مع كتلة التيار الصدري لمخالفته السياسات الإيرانية، ها هي الكتلة الحاصلة عن نسبة عالية من المقاعد تتحالف لتشكل نوعا من الإقصاء للكتلة التي حلت ثالثا في الانتخابات، ألا وهي كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي. انتخابات عراقية تحتل الصدارة بعناوين ذات وقع أشد في كل يوم. مفاجأة سياسية أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعلانه تشكيل ائتلاف حكومي جديد مع ائتلاف الفتح وزعيمه هادي العامري. اجتمعنا اجتماع كان اجتماعا إيجابيا جدا من أجل إنهاء معاناة هذا الوطن ومن أجل إنهاء معاناة الشعب. تحالفنا الجديد تحالف وطني وضمن الأطر الوطنية. وعلى الرغم من تصدر الحزبين نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، إلا أن مقتدى الصدر سبق وأن أعلن في حملته الانتخابية رفضه التحالف مع هادي العامري وحزبه الموالي لإيران. ائتلافات حكومية قد يخرج الرئيس العراقي السابق حيدر العبادي بخفي حنين بعد أن حلت قائمته في المرتبة الثالثة، أما الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حث القوى الشيعية وعلى رأسها ائتلاف الفتح على عدم التحالف مع التيار الصدري بذريعة اختلاف سياسته مع سياسة طهران على حد تعبيره. ائتلاف مفاجئ يأتي في أعقاب حريق مفاجئ هو الآخر، ومطالب ملحة بإعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين يدويا وإقحام القضاة إلى اللجنة التابعة لمفوضية الانتخابات في العراق. ولربما تكون القضية أقرب إلى مؤامرة منها إلى صدفة، حيث تشير القراءات السياسية إلا أن أطرافا خارجية تحاول الضغط على سيرورة الاقتراع في بغداد كالولايات المتحدة وإيران، ولعل العناوين العراقية العريضة ليست مفاجئة في النهاية لربما. انضم لنا في الاستوديو خبير شؤون الشرق الاوسط قاسم خطيب، مرحبا بك. وعبر خدمه سكايب من العراق انضم الينا المحلل السياسي سيد سامي ركاني، مرحبا بك انت ايضا. سيد سامي، ابدا معك. خطوه اتت مفاجئه ووصفت بالمفاجاه، تحالف بين اكبر زعيمين حصلا على اكبر اصوات في الانتخابات البرلمانيه العراقيه واكبر مقاعد، كيف يمكن قراءه هذا المشهد العراقي اليوم؟ نعم، المشهد كان مفاجئا حقيقة، أن يبدو أن أمريكا لم تستطع من خلال عبادي الوصول إلى تلك الصيغة التي كان يتمنى أو كان يحث الأطراف العراقية للتشارك مع عبادي لتشكيل الحكومة، خاصة بأنه كان هناك انشقاقات في الصفوف التي تعتبر بأنها صديقة لأمريكا كالأكراد، خلافات الكردية من طرف، وكذلك التحالف العبادي الذي كان العائق الأكبر هي حزب الدعوة وحركة الدعوة التي هي كانت منفصلة بين فصيلين، فصيلة المالكي وفصيلة العبادي، فالعبادي لم يستطع أن يخرج من عباءة الحزبية كتلة الدعوة، هذا كان عائقا أكبر. ومن طرف آخر لم يكن هناك أيضا كتلة سنية تستطيع أن تتواصل مع العبادي وتشكل من خلال هذا التكتل، الذي هذا كان مبتغى الأمريكيين وكذلك مبتغى الأطراف العراقية التي كانت ترى بأن يكون حكومة تشمل جميع الأطراف، خاصة بالنسبة للمتكونات اختلاف أو تنوع المكون العراقي، ولكن يبدو أن الطريق ذهب إلى طريق المسدود، ولو أنها ليست النهاية إنها في البداية، ربما الأيام أو اللحظات المقبلة الصيغة سوف تتغير،
مع التواصل صدريين مع جماعة الفتح، ولكن هناك إشكاليات العدد الذي يمكن من خلاله يكون باستطاعتهم تشكيل الحكومة، فتشكيل الحكومة يراد لها بعد. فأصوات الفتح وجماعة الصدر يتواصل إلى 130 مقعد، وهم يحتاجون إلى 100 وأكثر، 165 66 على الأقل لكي يستطيعوا أن يسمح لهم بتشكيل الحكومة. فهم أولا يحتاجون إلى أطراف كردية وإلى أطراف أيضا سنية حتى تكتمل، وأيضا يرى يحتاجون إلى الصيغة توافق أمريكي. فهل هذه الصيغة كانت بتوافق أمريكي أم هناك صورة مفاجئة أتت؟ نعم. هناك ضغط إيراني، لأن القصف كان موجودا في الأيام الأخيرة، وهي التي هو الذي حث الأطراف لتشكيل هكذا صيغة مع رفضه لجماعة الصدر. ولكن يبدو أنه أيضا كان يعاني من مشكلة عدم التوافق ما بين الفتح وما بين المالكي وكذلك بين العبادي. فالحزب الدواء باعتبار الطرف الذي كان موالي لإيران، وكذلك الفتح بسبب وجود العبادي وعدم توافقه مع حليفه أيضا من الدعوة جماعة المالكي لم يتوصلوا إلى صيغة. يبدو أن هذا دفع الإيرانيين أيضا لتشكيل أو للتحرك نحو على الأقل حل حالة الوضع لكي تخطو خطوة الثانية، والخطوة الثانية مع سيد الكاني. نعم سيد قاسم، فيما يتعلق بذات النقطة أكيد يوجد ضغط إيراني لربما فيما يتعلق بهذه الخطوة المفاجئة، ولكن سياسة الصدر في الآونة الأخيرة لم تعجب الإيرانيين. كيف يمكن تفهم أو قراءة تشكيل تحالف بين كتلة الصدر وأكبر كتلة مدعومة من قبل الجانب الإيراني؟ من كان يتوقع أن الخطاب الوطني العراقي الشامل الذي بدأ يروج له الصدر هو عنوان المرحلة القادمة، على ما يبدو هو ليس كذلك. من الواضح أن لإيران الكثير من المصالح في الداخل العراقي لم تصل إلى نقطة قادرة أن تتنازل عنها بهذه السهولة، وبالتالي الضغط الذي فعل أعتقد أنه ليس فقط صعب على الصدر أن يكون بهذا الائتلاف، ليس من السهل على الطرف الآخر على شريكه الآخر الدخول إلى مثل هذا الائتلاف. فيما يسمى في معايير اليسار واليمين التقليديين هم يمثلوا أقصى اليسار وأقصى اليمين في الخارطة السياسية العراقية الداخلية، ولكن من الواضح أن عندما تتحدث عن تشكيل الحكومة العراقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من الاعتبارات الداخلية، ولكن يجب أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار أو لا تستطيع أن لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإيرانية ليس فقط بالعراق وإنما في العراق ومن خلال العراق، وأيضا المصالح الاستراتيجية الموجودة للولايات المتحدة في المنطقة ودول الجوار الأخرى بما فيها السعودية والدول الخليجية الأخرى. ولكن ما حدث هو مفاجأة بكل المعايير. ما حاول أن يروج له مقتضى الصدر من خطاب وطني عراقي جامع على ما يبدو سيكون هناك تغييرات في هذا الموضوع. الصدر على ما يبدو سيكون مضطرا للقبول بنفوذ إيراني واسع أكثر بكثير مما كان مستعد أو كان يتخيل في البداية أنه يستطيع أن يتوجه إلى هذا. ومن الواضح أن هذه الخطوة أتت تحديدا بعد وصول المسار القضائي إلى إلى نوع من نهاية الطريق، بمعنى حرق أو محاولة حرق صناديق الاقتراع، بغض النظر كم استطاعت هذه العملية أن تقضي أو أن تلغي أو أن تحرق نهائيا الصناديق نفسها التي تحمل أوراق النتائج، ولكن العملية نفسها أعطت الانطباع أن هناك من في العراق من يجلس جاهزا لتصعيد حتى لو كان سيدفع الأمور إلى التهاب حقيقي وإلى دفع الدم. نعم بهذه النقطة سيد سامي، هذه الخطوة المفاجئة السياسية جاءت بعد أيام من محاولة حرق صناديق الاقتراع في العراق والتي أثارت ردود فعل عراقية داخلية واسعة، كيف يمكن قراءة هذا المشهد اليوم؟ نعم أنا قلت هذا لأن المفاجأة التي سمعناها ربما هي دفعة لتحريك الركود التي أصاب بعد الانتخابات نوعية تشكل الحكومة المقبلة، ولا أعتقد بأنها هي المرحلة الانفراجية لتشكيل الحكومة. هناك عوائق كثيرة، خاصة هناك إشكالات من حيث الدستورية والشكاوي مسألة الإعادة، حتى هناك تهديد بإلغاء الانتخابات. يعني هناك
هناك أمور كثيرة وهناك أوراق يستطيع أن يعمل عليها، وخاصة الطرف الأقليمي التركي الأمريكي الدولي. فلا أعتقد بأن الأمور سوف تسير على هذا المسار بأن يكون هناك الطرف الإيراني متمسكا بمستقبل السياسي العراقي. لا أعتقد بأن هناك سيكون الرضا لا دولي ولا أقليمي على هذه الخطوة إذا لم يكن هناك وصول في الأيام المقبلة لنوع من التوازن لنفوذ الأطراف الأقليمية والدولية. فباعتقادي كما أشار إليه الأخ، فالصدر مع كل ما قيل عنه فهو الرجل الإيراني الأصيل باعتقادي. فما قيل عنه كان هناك خلافات ما بين الصدر والإيرانيين، لأن الإيرانيين لأنهم كانوا واقعين وفضلوا المالكي اللي كان هو المتماسك بالواقع العراقي ففضلوه على الصدريين. أما مسألة الأصل هو مرجعية الصدريين، خاصة مقتدى الصدر يرجع إلى أصله الإيراني، فالإيران متحكم فيه، خاصة بأن الصدريين ليس لهم ذلك النفوذ القوي في السيطرة على المناطق أو المؤسسات المؤثرة والتي تستطيع أن تقلب الساحة العراقية. فباعتقادي هو أضعف من أن يواجه المخطط الإيراني في المستقبل. لذلك فأعتقد فأن المرحلة القادمة سيكون هناك حمى وطيس للتكتلات التي سوف ربما سيكون هناك مفاجآت أخرى، يذهب أطراف أخرى للتكتل آخر يكون أقوى من تكتل الصدرين، إذا لم يكن هذا أصلا هو تواصل ما بين المحور الإيراني الأمريكي. لأن سابقا رأينا بأن الأمريكيين والإيراني دائما كانوا يتوصلون في نهاية المطاف إلى صيغة معينة ترضي على الطرفين بحيث تدير الساحة العراقية. فلا ليس مستبعد أن يكون هناك توافق تحت العباية بأن يكون هناك تقارب أمريكي إيراني حول الصيغة المقبلة، وهناك نقاط أخرى سوف تضيف إلى النقاط الأولى التي توصل إليها الطرفين. نعم سيد خطيب، هناك من يقول بأن الأوراق السياسية خلطت الآن في العراق بعد هذه الخطوة المفاجئة، وكأنه تم إقصاء كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادة المنتهية ولايته أيضا. عندما سألت هذا السؤال لمجموعة من الزملاء العراقيين أبدو استغرابهم من استغرابي، بمعنى أنهم يعتقدون هناك رأي داخل العراقي، داخل العراق يعتقد أن المشكلة الأساسية في تركيبة البنية السياسية أو البنية التحتية السياسية العراقية هي من أفرزت هذه النتائج، ولن يكون هناك بالإمكان تغيير حقيقي داخل العراق مع إبقاء قوانين اللعبة على ما هي. بمعنى ما تلقاه العراقيون بعد الانتخابات هو ما كان لديهم قبل الانتخابات ولكن بترتيب مختلف. كيف يمكن لهذا الموضوع أن يتغير؟ لا أعرف، لكن من الواضح أن وضع العراق اليوم هو موجود في نفس الوضعية على سبيل المثال التي كانت تتواجد فيها لبنان في 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 في, في أزمنة سابقة. بمعنى التوافق العراقي الداخلي لا يمكن أن يتم وفق أهواء ومصالح القوى العراقية الداخلية فقط، هناك قوى إقليمية قوى دولية، التوافق بين هذه القوى قد يقود إلى تشكيل توافق عراقي داخلي. ما لم تتفق أعتقد لن تكون هناك حكومة عراقية. سيد ركاني، أخيرا في هذا الشأن، كثرت المطالبات لربما بإعادة فرز نتائج الانتخابات أو بإعادة الانتخابات كلها بشكل عام، لماذا لا تقوم مفوضية الانتخابات بإعادة هذه الانتخابات برأيك؟ أولا كما شاهدنا بأن الواقع العراقي منذ 2003 لحد الآن هي مرتبطة بالوضع ونوعية الصراع الدولي والأقليمي حتى نتائج الانتخابات. هذه الديمقراطيات التي نراها هي ديمقراطيات للبيع، هي ديمقراطيات محدودة التحرك، لا تستطيع أن تتجاوز السقف الذي رسم له، خاصة الواقع العراقي بالدرجة الأولى خاصة في بعد داعش وإخراج داعش أصبح أكثر توغلا للأطراف الدولية الأقليمية في الشأن العراقي، وكل الأطراف الدولية الأقليمية تتخوف من مستقبل السياسي وصورة وصيغة الوضع السياسي الذي سوف يرسم مستقبلا، والتي تكون لها انعكاسات وخاصة حول نوعية الصراع الدائر في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة ومتشابكة وتتقاطع وتتواصل في جهات وتتقاطع في جهات أخرى. لذلك فباعتقادي أن ما تمخض عنه الانتخابات العراقية كان مسبقا متوافقا عليه وبرضا أقليمي ودولي
أخرجت هذه الصيغة، وباعتقادي أن الوضع لن يتغير من حيث القوى التي لحد الآن استطاعت السيطرة على الواقع العراقي، فباعتقادي فأنهم سيتوصلون لصيغة أخرى لتفاهمات ولتبادل الأدوار للتماسك ولتبقى المصالح وصيغة الصراع الدول الأقليمية ومصالحها باقية في المستقبل العراقي ومستقبل الوضع السياسي القادم للحكومة العراقية، التي باعتقادي ستكون متوازنة لضبط المصالح الدولية والأقليمية. من العراق كنت معنا عبر خدمة سكايب السيد سامر كان المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. السيد قاسم خطيب تبقى معي في ملف آخر. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى ملفنا الرابع.